ما حكم الإسلام في عمل المرأة التعليم والطب والتمريض، وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين قول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن؟ المرأة لها أعمال والرجل له أعمال، يشتركها في بعض وينفرد كل واحد في بعض. والمرأة تعمل الأعمال المناسبة لها كتدريس النساء وإدارة مدارس النساء وتمريض النساء وتطبيب النساء ونحو ذلك من الأعمال التي تكون في ميدان النساء، وقد تدعو الحاجة إلى أن تعمل في حاجة الرجل كأن تمرضه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع الحجاب ومع العفة ومع البعد عن الخلوة ونحو ذلك، كما جرى للنساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، كنا يسقين المرء الماء ويداوين الجرحى ويخلفن المسلمين في المعسكرات للمصلحة، مع الحجاب ومع الستر ومع العفة ومع النزاهة والبعد عن أنواع الريب. فإذا كانت المرأة في هذا المقام، مقام الحجاب والصيانة والعفة، واحتيج إليها في طب الرجل عند عدم ما يطبه من الرجال، فلا بأس أن تصف الدواء ولا بأس أن تعمل الدواء عند الحاجة، وإلا فميزانها ميزان النساء في الطب والتعليم والتمريض وغير ذلك، والرجل ميزانه ميزان الرجال في الطب والتعليم وغير ذلك. هذا هو المشروع وهو الطريق المعروف وهو الطريق المسلوك. وإذا دعت الحاجة إلى أن يقوم هذا بهذا، أن يطب الرجل المرأة وأن تطب المرأة الرجل عند الحاجة، فلا بأس، مع مراعاة الحجاب ومراعاة عدم الخلوة كما هو معلوم وكما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يخالف هذا قوله تعالى وقرن في بيوتكن. المعنى الآية لها معنيان، أحدهما أن المعنى نزلنا بيوتكن ولا تخرجن إلا لحاجة لمصلحة، وهذا هو الواقع، فإن المرأة أفضل لها بيتها إلا من حاجة، إن خرج مصلحة لصلاة الجماعة مع الحجاب والستر كنا يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يخرجن إلى صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك خرجن إلى عيادة مريض لقضاء حاجة من حاجات، لشراء حاجة من السوق تحتاج إليها وما أشبه ذلك. فإذا كان الخروج لحاجة ومصلحة فلا بأس، إنما المطلوب ونفسه في البيت عند عدم حاجة الخروج. المعنى الثاني أنها من قرنة من القضاء من الوقار والحشمة، وأن المعنى يعني لزمنا الحشمة ولزمنا البقار ولا تكن متبذلات ولا مستاهلات. والمعنى الأول هو مشهور، إنها المعنى اللبس، المعنى المقام في البيت، فلا منافاة بين هذا وهذا. نعم.